ما يلزم العباد تراقب واحد وكل ما شيء تراقب. فما بوليس تحط فرقه كيما فرقه عدليه نتاع اجرام، فرقه نتاع كذا نتاع البيس نتاع النطره، يعمل مثلا فرقه خاصه بالجوامع، فرقه خاصه بالجوامع، ام بالسكر بتربي زاد عليه، فهمت؟ ما فيها بيس، كل جامعه يبدا فيها بوليسين، ما فما حتى مش فما حتى لله يعملوه. معناتها ما تقلقش الحكايه، شنو هي شويه من نظام الدوله وكا برامجي ناحية مش ديريكت يسكر البرامج هذوك البلاتوات المختصه في الحكايه هذه، يبدا بشويه مش ديريكت يسكر اذاعه ولا يسكر واحد. هو معناها كان بالرسمي لصالح البلاد اي، اما كان معناها خطر توا شو الجويمع ولات فيها برشا مشاكل، معناها علاش هكاكا؟ ومعناها دعوه دعوات تكفيريه، فهمت؟ علاش هكاكا يمشيو يجهدوا في سوريا ويذيعوا يسكروهم خير تولي، ومعناها تركح البلاد. نحن مش ضد معناها المسلمين والاسلام، ومعناها الجويمع تتسكر، لكن معناها دكور خرج شري، إذا كان إنسان معناها تحدى، وإذا كان إنسان معناها ما قاموش الجبهة، ثم معناها يقول اللي قاعدين الجمعيات معناها يمولوا في الإرهاب وكل شيء، معناها كل إنسان يتحمل مسؤوليته، معناها نجم نقول فيها وعليها، فهمت؟ ثم معناها كي ترافاي ترونكيلمون سافا، واللي معناها كل العمل داري مو يتحمل مسؤوليته زادة، ثم الجمعيات قاعدة تمول في الإرهاب، ما نسيش كيغراف. بالنسبه لي انا، بالنسبه للقرارات نتاع غلق الجوامع، من المفترض الحكومه انها ما تسكرش الجوامع، اما تاخذ قرارات اخرى، فهمني؟ لكي معناها لكي يضع حد للمشكله هذه نتاع الارهاب في تونس، فهمني؟ والان بالنسبه للحكومه الوقتيه، فهمني؟ لازمها تاخذ قرارات صارمه من حيث فهمني اتخاذ هذه الاجراءات لكي تحد من مشكله الارهاب، فهمت؟ في تونس انا مع قرارات منها رئيس الوزراء في خاصه في غلق الجوامع وفي غلق كل المؤسسات اللي تجلب الى الخلف تجلب الى الوراء. وفي تونس معناها الوضع ولا خطير، واذا كان الجوامع تحول الى بؤر من الإيواء منحرفين ومحترفي تجارة موازية وغيره، فمفروض أنه يقع معناها بالفعل مساندة معناها الوزير الأول في قرارات هذه. وتونس قادمة على مرحلة صعبة، إذا المفروض أنه القرارات تكون جريئة وتكون واضحة. قرارات جريئة، ولكن الإشكال إن شاء الله يبقى في تطبيقها. القرارات معناتها اللي تم اتخاذها هذه من المفروض تم اتخاذها منذ فترة سابقة، لأنه لو تم اتخاذها في الإبان لا وفرت علينا برشا مشاكل ولا سمحت بمعناتها بأن تبقى أرواح عديد جنود معناتها حية. بالنسبة للقرار معناتها إغلاق المساجد، هذا قرار جاء في وقته، لأنه الرأي العام والناس كل تعرف أنه المساجد ولات منابر للتحريض ومنابر للدعوة للإفتاء بمعنتها بإهدار الدماء. دونك أنا في اعتقادي يعني في عجالة نقول أنه قرارات في وقتها وأكثر من وقتها، باش ما نقولوش وأنه جات متأخرة شوية. قرارات يعجبوني ياسر، أعز حاجة القرارات اللي خذاها توا المهدي جمعة وتولي تونس بالمجد، فهمني؟ تنهى علينا الحكايات الكل، تنهى علينا ويمشي على هز فكر، ما يسمعش كلام منا ولا من، يمشي على مخه، تولي تونس. أنا هاك نتمنى. في الحقيقة القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من رئاسة الحكومة تقريبا تبدو مقبولة في مجملها، ما عدا غلق بعض المساجد. كان من المعقول يعني اتخاذ قرار أفضل من هذا بكثير، خاطر المساجد في الحقيقة هي للصلاة، إذا بالإمكان يعني مراقبة تلك المساجد عوض عن غلقها. أعتبر أنا بالنسبة لي للمهدي جمعة ولا الحكومة المؤقتة هذه من الموجودة، أنا تلوج في معناها حلول، معناها هو معناها سيتسون دي سوليسيون بارميل اللي اكزيستون موجود، معناها فهمتني؟ خاطر هو مرات يلوج في سوليسيون من ناحيه اخرى يلقى دي كونترانت، مثلا في يقول لا الجوامع ما لازمهاش تسكر كذا، فهمتني؟ يرجع يقول لا راهو معناها حللهم راهو بروفيزوار. ما كانش يزيدوا هما يتشجعوا يوليو
لقاو الدولة مرتايب يزيدوا هما يتشجعوا اللي بالحق فيهم رهيب يعني بالحق اللي منجموش يلقاو فيهم حل يغلقوه توا حتى نشوفوا كيفاش. حسب رأيي يعني الدولة مازالت ماكش مبسطة في كل شيء كما التهريب وكل مازالت يعني الدولة ما عندهاش تولي باش تقعد تواجه تسكر كما قال. الرأي راهو أنه مجحف شوية أنه تعدي على الحريات يعني كان ياخذوها بصيغة أخرى معناتها ما يسكروش الجوامع مثلا ما يكفيش أنه باش يسكر الجوامع معناتها انتصر على الإرهاب. عنده ناس معينين اللي هو معناتها يغالوا في الفكرة متاعهم ينجموا حسبهم بدون ما يسكروا الجوامع. تسكير تحييد الجوامع هذا ماهوش خاطر برشا ناس ما تلقاش من تصلي فهمت عندنا دي شوز امبريفيو هذو نجيو باش يصلي حاجة ما لقاش دونك ماهوش في صلاحها باش ثم حاجات أخرى يحب يسكر يوم الجامعة ثم حاجات أخرى فهمت كيف موافقة. علاش؟ خاطر بالله سامحني توا هما كي يقول لك العباد هذوما باش نسكروا الجوامع وما نعرفش شنو ما عرفتش الارهاب هاو البار يدور معنا ويحوس خليه هما باش يسكروا الجوامع العباد هكاك تزيد باش تمشي تزيد تنحرف اكثر واكثر خلوا الجوامع وخلي العباد هكاك وربي معنا وكا هاو ثوري يزيدوا برشا حاكم يزيدوا برشا امني ما مش يعني الحل باش يتحل في هما كونه هو يسكر جاي مع سيك هو تحل ما عادش فما ارهاب هادي تو مع المهدي جمع معاه طو طولا وترى انت لهذا باش يكسر الارهاب تقول يا ولدي ما ينظم شويه الامور فهمت ونقول الله يهدي المخاليق شتو الغالب الغالب هذه سيره وسيره تقول الكل مش علينا احنا بركه الخير كان علينا احنا بركه وترى لهذا يكفي باش نقضيو على الارهاب ربي يقضي عليهم لا انت ولا انا عشك. سكر مجل شغل الحارب بالفكر يبقى مشي خارجوا هم برا ما كنت عندك مؤاخذ على فلان وعلان برا مشي خارجوا من المجل جيت سكر مجل مجي هذه تزيد تأجج الكراهيه وتزيد بالحق تزيد حتى اللي يكون معتدل يولي يقول ايش بيه يعمل هكذا يقول ليه ما دام هما يحاربوا في الاسلام بالحق كما بن علي قبل بن علي ما هو يجي ناحي في الحجاب الناس كل جا ضده علاش خاطر ناحي في الحجاب قالوا نفسيت يعني بالأخص كان المساجد إن المساجد لله سبحانه وتعالى تجمش دي تسكر بون قلت كاني قلت لك جمعيات معاك يا روان معاك أنا في المساجد أنا نعرف الفكر نتاعهم ونعرفهم وضدوا الفكر نتاعهم ونعرف كيفاش يخمموا أما المسجد ما تجم ما تدورش به شنو المساجد غير تحت السيطرة شنو معناتها تحت السيطرة يعني شنو باهي كيفاش باش تعمل له أنت تسكر المسجد هذاك هو الحل. قرار اللي خذاه السيد مهدي جمعة قرار نراه روتار شوي مو هو في بلاستو مي روتار شوي ولازم يكون بأكثر حدة والأهم إنه لازم يطبق مش يطبق جمعة وبعد نرجع عاد مكانه ما فما شيء جس باش يريضوا العبيد يقول قرار شعبوي معناتها باش يسكتوا العبيد الأكثر الأقل هذاك هو الخوف أما هو قرار نتصوروا به في بلاستو.